السؤال بعد هذا يقول السائل أو السائلة: حكم الشرع في إرث البنت التي غيرت جنسها، مات الميت وترك جملة من الورثة من بينهم بنت غيرت جنسها، هل تدخل هذه البنت في الميراث أم لا وهي مسلمة؟ الجواب عن هذا أن تغيير الجنس إن كان لخلل جيني ردا للأمور إلى نصابها، إعادة للأمر إلى نصابه، يعني كانت هذه الحالة في حقيقتها رجلا تبدو عليه مظاهر أنثوية فعولج جراحيا وهرمونيا لكي يرد إلى أصله ويزال هذا الخلل، إن كان الأمر من هذا القبيل فهو مشروع ويورث على الحالة الحقيقية التي رد إليها. أما إذا كان مجرد مشاعر نفسية أو مشاعر جنسية يعني تناقض أصل الخلقة، يكاد هذه البنت هي فعلا بنت، هكذا خلقها الله بنتا، لكن عندها مشاعر ذكورية فأرادت تغيير حالتها لكي تصبح رجلا، هذه جنت على نفسها وعلى مستقبلها، لن تصبح رجلا مهما حاولت، ولو جاء بكل جراح العالم لن يجعلوا منها رجلا حقيقيا، لن يكسبوها رجولة حقيقية، فلا هي أبقت على أنوثتها التي خلقها الله عليها، ولا اكتسبت الرجولة التي تشوفت إليها، شوهت نفسها وقضت على حاضرها ومستقبلها، يا حسرة على العباد. لكن بعيدا عن هذا كله، هذا من المعاصي إن كان على خلاف الشرع من الكبائر، والكبائر الفسوق ليس من موانع الميراث، موانع الميراث القتل والرد عن الدين والرق، الرق غير موجود فلن نتكلم عنه، يبقى القتل واختلاف الدين، إذا قتل الوارث مورثة يحرم من ميراثه، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، واختلاف الدين لا يتوارث أهل ملتين شتى. أما الفسوق والعقوق والنكد والكبائر كل هذا ليس من موانع الإرث، فأمضي أمر الميراث على وفاق كتاب الله عز وجل، وكل نفس بما كسبت رهينة.